بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضائل قرآن پیج نمبر 87. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی یہ کہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں تو ایسا کہنا برا ہے، بلکہ یوں کہے کہ میں بھلا دیا گیا ہوں، اور قرآن کریم کو خوب پڑھا کرو، کیونکہ یہ لوگوں کے سینوں سے نکل کر بھاگنے میں جانوروں سے بھی زیادہ تیز ہے. استغفر اللہ. بحوالہ بخاری شریف. فضائل قرآن پیج نمبر 235. فضائل سورہ متففین. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورت متففین پڑھتا ہے اللہ تعالی اسے قیامت کے دن مہر لگائی ہوئی بہترین شراب پلائے گا، جس سے مشک کی خوشبو آئے گی. سبحان اللہ. بحوالہ تفسیر الکشاف. 25/12/2021. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی تلاوہ سورہ متففین. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفنجان لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم أين يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك
أولئك ينظروا أن صوب الكفار ما كانوا يفعلون. أستغفر الله.